السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، صف السادس الإعدادي، واليوم جينا إلى آخر موضوع بالقواعد. هسه واحد يقول لي لا أستاذ مو آخر موضوع، إحنا عندنا بعد موضوع اللي هو الإمبراتيف، يعني النصيحة الأمرية. شباب هاي مو قواعد، صح هو يجيبوها في سؤال القواعد لكن مو قواعد. شنو هاي؟ يعني هو يطيق جملة ويريد من عندك يعني التكملة مالتها أو النصيحة مالتها، يعني يريد شغلة محددة. زين أستاذ بالوزاري إذا كتبت من عندي يعطوني صح؟ والله ما مجربيها قبل، لكن 90% غلط راح يعطيك، فلا تحاول تكتب من عندك. أعيد إنه هذا موضوع مو قواعد حفظ، لكن يجيبوه في سؤال القواعد. إذا نجي إلى آخر موضوع عندنا في سؤال القواعد، وهو موضوع اليوزد تو. اليوزد تو معناها اعتاده، اليوزد تو معناها اعتاده، يعني على سبيل المثال I used to go، أنا اعتدت أن أذهب. شنو معناها؟ معناها إنه شغلة كنت تسووها قبل وبعد ما تسووها هسه، هاي اليوزد تو. طيب أستاذ هذا راح يفيدنا، المعنى مالتها الحقيقة ما راح يفيدك، لكن نجي هنا. اليوزد تو دائما من يجيبون راح يجيبون جملتين، ونقول دائما 90% يجيبون جملتين، راح تلقون جملة بالبداية وجملة بالأخير. أوكي، إذا الجملة الأولى شبيها يا بت الجملة الأولى؟ أنا أقول لك شبيها، أبسط منهما. شلون؟ الجملة بالبداية، لحظة خطأ وجه، تمام. الجملة بالبداية إذا كانت مثبت راح نخلي used to زائدا فعل مجرد، يعني صار ما سوى شيء، لا والله ما سوى، بس تخلي used to وتنزل الفعل معزز مكرم كل شيء ما سوي له. طيب سؤال، وإذا كانت الجملة منفية راح نخلي didn't، بس من خليت didn't راح تخلي use، ما تخلي didn't بس use، وتنزل التو زائدا فعل مجرد. زين استاذ، واذا جاب لنا في حاله السؤال، حاله السؤال ما اجت، لا شلون ما اجت؟ جابوها، لا جابوها بصيغه غير مباشره. على العموم حاله السؤال راح تخلي دد بالبدايه وتنزل وراها الفاعل، وهذا الفاعل راح تخلي ليوز تو زائدا فعل مجرد. اعيد، بالمثبت used to play، used to play، لكن في النفي والسؤال ما تخلي الدي، دير بالك على هاي الفقرة. زين سان، والجملة الثانية؟ الجملة الثانية، هاي الجملة الثانية حبايبنا يا إما تكون بالمضارع يا إما تكون بالماضي. زين استاذ، شلون راح اعرفها بالمضارع وشلون راح اعرفها بالماضي؟ والله هو بالمضارع عنده هواي ظروف، every sometimes، ظروف تكرار، always usually، لكن ركز لي على الناو. بالماضي ايضا عندنا الباست واللاست والاجو واليسترداي، يعني بسيطة. شنو البسيطة؟ إذا لقينا ناو معناها مضارع، وإذا لقينا past و last و ago yesterday معناها ماضي. الشغلة ما بيها حبايبنا إنه ذني مو دائما يجيبوها، يعني أكو جمل إجتنا بالماضي وما عدنا ذني، شلون هاي؟ فإحنا نخلي مقياسنا الناو، أكو ناو مضارع؟ ما أكو ناو، إذا الماضي. طيب هاي افتهمناها، بس شو أسوي بالضبط؟ آه شو أسوي؟ أنا أقول لك شو أسوي. بالمضارع تشوف الفاعل مفرد راح تخلي فعل بي اس في حاله النفي doesn't، خلينا نكتبها ولو هي ما جايه، اس بالنفي doesn't اذا كانت منفي. تبين؟ لا ما تبين؟ شو نقربها؟ doesn't. اوكي، واذا الفاعل جمع نخلي فعل مجرد وبالنفي don't. زين سؤال، وإذا ماضي؟ ها والله يقلب الفعل ماضي وبالنفي didn't. لكن نجي هنا وزاريا، بالوزاري وبالشهر وبنص السنة وبآخر السنة، يعني كلها 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 شفنا شغلة، وهي يعني كأنما قاعد يوجهونا إلى هذا الشيء، لا يعني
باطنيا. اكو ناون حط اس، ماكو ناون حط فعل ماضي. يعني ما هي في الوزاره وبالكتاب وكل مكان مشتغلين على هذا النمط، بس احنا بصوره عامه لازم تركزون على البقيه. ما تهم استاذ، تعالوا خلينا ناخذ مجموعه امثله. شنو هالامثله؟ مثلا على سبيل المثال شي جو تو سينما but now she walk. طيب نجي عليها الجملة الأولى. إذا انتبهنا على الجملة هنا منطوق السؤال راح يقول لنا used to. أوكي، فنجي دائما ال used to نخليها بالجملة الأولى. هنا عندنا مثبت خلينا used to ونزلنا ال go. الجملة الثانية لقينا بيها now، الجملة الثانية إذا لقينا بيها now والفاعل شي مفرد نخلي اس وكس. زين ناخذ مثال اخر شبابنا الطيبين. مين؟ They not held but they walk with us. اوكي اسف وذا اس. منطوق السؤال قال استعمل اليوز تو حكيتها. نجي هنا عندنا جملتين الفراغ بالجمله الاولى، اذا راح نخلي didn't. تمام يوز ما نحط الدي دير بالك هيل، هذا الفراغ بالجمله الاولى. بالجمله الثانيه اكو ناو؟ لا. اذا هاي بالماضي وقت with us. ناخذ مثال آخر. She clean in the house. ما جاي قبل بالوزارة لكن فرضا انه جاب لي اياها قال لي هذا استعمل اللي used to. الفراغ وين؟ فراغ بالجملة الأولى. طيب هل هي مثبت لو نفي لو سؤال؟ سؤال عرفناها من أداة الاستفهام، فراح نخلي did بالبداية زائدا الفاعل زائدا used to بعدين ننزل الكلين. صار الجملة did she used to clean in the house ونكمل الجملة in the house علامة الاستفهام. اوكي هذا موضوع used to. خلينا هسه هذا يوزات اللي يريد فقط الوزاري، هذا الوزاري. طيب خلينا نطلع خارج الموضوع ونجيب خارج الصندوق، يعني نجيب لكم اسئله من الشغلات المذكوره بالكتاب بس ما جايبين عليها تمارين لا بالكتاب ولا بالوزاري ولا بالشهري ولا بنص السنه ولا اي مكان. مثلا يقول هي when the game but now he not run fast. بالجملة الأولى راح نخلي used to في حالة المثبت، بالجملة دائما used to win. بالجملة الثانية عدنا now في حالة النفي والفاعل مفرد doesn't run fast. وهاي شغله مستبعده جدا ان تجيب هاي الصيغه. اذا خلينا نعطيكم الخلاصه. الخلاصه انه موضوع اسمه يوز تو. جيد اليوز تو اذا كان الفراغ بالجمله الاولى راح نخلي يوز تو زائد فعل مجرد وبالنفي didn't use to. خلصنا من الجمله الاولى. اذا الفراغ بالجمله الثانيه ايش راح نسوي؟ راح نشوفها اكو ناو نخلي للفعل اس، ماكو ناو نخلي فعل مجرد. وهذا الشائع اللي قاعد يجي 100% يجي بهاي الطريقه. إذا رادوا يغيرون بس لازم تنتبه على الفاعل وتنتبه على الأزمنة. على العموم طلابنا الأعزاء إن شاء الله تكون فهمت الموضوع، ولا تنسون الاشتراك بالقناة ونشروا هذا الفيديو حتى يستفاد من عند البقية. شكرا جزيلا.